السلام عليكم ورحمة الله أخواني وأخواتي الأعزاء. كلنا سمعنا عن دي متعدد الاستخدام لكن ما شفناش العجينة متعددة الاستخدام. عجينة واحدة هنعمل منها البيتزا، شايفين البيتزا، هنعمل منها السامون أو السامولي، هنعمل منها بص الكايزر أو الرول، هنعمل منها مناقيش الزعتر، هنعمل منها الباتي بان، حتى الخبز أو القرص. كل حاجة من عجينة واحدة زي ما انتوا شايفين، عجينة متعددة الاستخدام. وشعاري دايما ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل. اخوكم احمد عبد السلام يونس، تابع الفيديو للنهاية هتتمتع بالعجينة دي. لو اول مرة تشاهدني اسمي احمد عبد السلام يونس، على طول الحق اشترك في القناة، فيها كل فن السكر، الشوكولاتة، تصنيع البونبون، في حاجات صحية، معلومات عن الاكل وعن الطبيخ الصحي وعن الكيتو، وحصريا الجاسترونومي، كل شيء تتخيله. نقول بسم الله. اول حاجة معلقة سكر على نص كيلو مية. نص كيلو مية يعني كوبايتين كبار. وادي معلقة خميرة، انا شغال النهاردة معلقة وكوباية، وبيضة، ومسح يعني معلقة اكل ملح، بس الملح احطه على الدقيق. على فكرة في معلقة حليب بودرة على الدقيق، بس ما بانتش في التصوير، مش عارف ازاي. يعني ده كيلو دقيق متعدد الاستخدام عليه معلقة حليب بودر، او احنا بنقول عليه في مصر لبن بودرة، ومعلقة ملح، وفي البولة التانية نص كيلو يعني كوبايتين مية، معلقة سكر، بيضة واحدة، وبعد كده حط معلقتين خل. ادي اتنين غطا خل، اي خل، خل تفاح، خل ابيض، اي نوع خل في الدنيا تحطه على العجين. بستنى على الاقل 10 دقايق عشان اضمن الخميرة اشتغلت. بجيب حلة وحط فيها كيلو دقيق، كيلو دقيق 4 كوبايات معيارية، وحطيت عليهم نص كيلو المية اللي عليه الخميرة والسكر، وادي معلقتين زيت. خلاص، يبقى لو انت عاوز تحط زيت 100 100، لو عاوز تحط زبدة هتطلع العجينة غنية. عاوز تنقص كوباية من المية وتحط مكانها زبادي، العجينة هتدعي لك واللي هياكل هيدعي لك. نقول تاني المقادير. كيلو دي يعني 4 كوبايات معيارية متعدد الاستخدام. حطينا معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة خميرة، معلقتين زيت، معلقتين خل. خلاص كده، 1 بيضة. وزي ما انت شفت كده، طلع كل الطاقة اللي مش عندك في العجين، هيطلع معاك زي الفل على الاقل 4 5 دقايق لما العجينة تلم من الترابيزة وما تلزقش فيها. كل ساعة طبعا انا مسرع الفيديو، انا بالظبط خدت 5 دقايق بدون توقف. طبعا دي بتطلع الطاقة السلبية اللي في جسمك كله، بتخليك فريش وتبقى 100 100. كل ما العجين يفتح معاك، كل ما تدعك فيها يفتح، تعرف ان هو بقى تمام. بعد 5 دقايق بكور العجينة واغطيها في الحلة بتاعتي لمدة 1.5 ساعة 2 ساعة براحتك. بص، بعد 1 ساعة و10 دقايق بالظبط عشان ما كنتش كداب، الحجم بتاعها اتضاعف. هروح جايب العجينة بطاطا اهو، واقسمها 4 تقسام. هاخد جزء اعمله بيتزا، وجزء اعمله عيش شامي، وجزء اعمله مناقيش، وجزء اعمله فينو او صامون او صامولي حسب ما بتسموه في بلدكم. بقسط العجين كله قد بعضه، ما عدا البيتزا طبعا هقسطها كبيرة. خلاص، وبعد كده هكورها عشان العجين يريح. يبقى عجنت العجينة، سبتها 1 ساعة و10 دقايق او 1.5 ساعة. بعد كده بقسطها كور زي ما انت شايفين كده. وشفتوا في اول الفيديو العجين تحفة، سواء خبز او بيتزا او مناقيش، يعني دي عجينة لكل الاستخدامات. طبعا لو انت هتعجن بيتزا بس، يبقى الافضل تخدم عجينة البيتزا زي ما احنا عملناها في فيديو قبل كده. ولو انت تعمل كايزر بس او رول، يبقى الافضل تعمل. لكن ده لاخواتنا وامهاتنا في البيت اللي هي عندها كيلو دي وعاوزة بتعمل منه كل حاجة. فالكيلو ده زي ما انت شفت اهو، دي حتة اللي هي الربع اللي احنا قسطناه، فردناه اهو بالمردنة، سبته يريح. العجين لو جيت فردته لقيته شادد، سيبه يريح 2 3 5 هيتفرد معاك كده. البيتزا خلصنا منها.
بعد كده هندق الصامولي. الصامولي اللي هو بنقول عليه في مصر عيش الفينو، يبقى ده عيش الفينو او الصامون او الصامولي، كذا بلد بتنطقه بطريقة، اللي هو الساندويتش الطويل. بص يا شباب اهو لفينا كله. طبعا انا ايه مش عاوز اضيع وقت الفيديو، ادي الكايزر او الرول او البرجر حسب ما بتسموه، ادي طلعنا منه كمان 6 كايز، ده كيلو دي والله ما زودت حاجة غير المقادير. طبعا على رأي لميس الحديدي وعمر أديب، الواحد يعمل الخبز في بيته أرحم وأحسن وأوفر. بعد كده المناقيش، بص بعمل فيه إيه، بضغط عليه بس بعمل فتحة في النص اللي أنا أحط فيها الحشو. الحشوة بتاعتي تبقى صلصة موزاريلا تيميام، تحط اللي أنت عاوزه اللي أنت عاوز. أدي العجينة وحط أي حشوة أنت عاوز، سجق أي حاجة. خلاص بعد كده نعمل عيش البيتا بتاعنا او اللي بنقول عليه العيش الشامي. طبعا البيتا كل ما بيترق وكل ما بيطلع احسن. وادي البيتا كمان جاهز. انا بحطيت سيمولينا بتدي قرمشه، لكن انت ممكن تحط دي السيمولينا، انا بحطها في البيتزا وبحطها في العيش الشامي، بتدي قرمشه جميله غير ان هي حلوه جدا. وادي باتيبان، حتى قطعتين اللي بقوا باتيبان، يعني العجينة دي نفس العجينة واحدة، عملنا منها الباتيبان وعملنا منها العيش الشامي وعملنا منها البيتزا وعملنا منها المناقيش. المناقيش أسهل حاجة، زيت زيتون وزعتر، شوية زعتر وزيت زيتون بس، دي مناقيش تحفة، بس بتفردها على العجينة وخلاص على كده. يبقى مناقيش وزعتر. طبعا انا بحب ارش رشه ملح خفيفه كده على الزعتر، انت حابب تحط مش حابب، العجينه فيها كل حاجه. وادي الصامولي بنعمله بسمسم، خلاص ادي دقيناه ورشيناه ميه وسمسم. وادي البرجر رشيناه ميه او تدهنه بيض افضل وتحطه. ادي البيتزا حته صلصه وتحط اي حاجه انت عاوزها. ادي شويه صلصه من اللي موجودين عندي في البيت، وادي موزاريلا، وبعد كده احط فلفل وزيتون، بس حاجة بسيطة وخفيفة والناس كلها بتعشقها. او تحط اي خضار، احنا عاملين حلقة البيتزا الايطالي الاصلي، ممكن اسيبها لكم في التعليقات. وادي يا سيدي بخبز ده على 220، معظم العجين بتاعي على 220 او 200. بص تحفة، كلام جميل. عاوز كمان تزود الكلام ترش عليه شوية زيت زيتون. ادي البيتزا بتاعتي اهي على 220 10 دقايق، اجمل بيتزا في الدنيا، بيتزا بتتكلم عربي. عاوز طبعا تسويها اكتر من كده تسويها، في ناس بتحبها محمصة. وادي الكايزر بتاع الرول ده خد 12 دقيقة، وال الفينو خد برضو 10 دقايق على 200. ادي عندي خبز او عجينه متعدد الاستخدام، عملنا منها فينو وعملنا منها بلدي وعملنا منها بيتزا وعملنا منها مناقيش وعملنا منها برجر، اجمل تشكيله في الدنيا. اتمنى لو عجبك الفيديو ادعي لامي وابي بالرحمه من قلبك، يا ريت تشترك في القناه وتشوف 900 فيديو في حاجات ومعلومات مش موجوده في اي حته، ومعلومات صحيه وغذائك علاجك، سلسله حلقات في منتهى الجمال. يا ريت تشتركوا في قناتنا على الانستجرام، بطلع لايف وبرد على اسئلتكم بنفسي.